السلام عليكم طلاب الصف الرابع، اليوم سنقوم بأخذ الوحدة التاسعة عشر العشرة اللي هي المساحة والمحيط، درس المساحة 2. أرجو منكم إحضار القلم الرصاص والممحة وفتح كتاب الطالب صفحة 49 وكتاب التمارين صفحة 69 حتى نكون معا أثناء الشرح. طبعا أول إشي بدنا نتطرق إلى نتيجات هذا الدرس، يجد مساحة المستطيل ويحل مسائل على المساحة، يجد مساحة المربع بده يكون له الجزء الثاني من الفيديو، لأني أنا قسمت الدرس إلى جزئين عشان تتمكن من إتقان قانون محيط المستطيل وتحل مسائل على المساحة إذا كان مستطيل. في الحصة السابقة كنا نوجد مساحة المنطقة المضللة اللي هي المساحة، كنا نعد عدد الوحدات المربعة الموجودة داخل المنطقة المضللة، نعد الوحدات المربعة، كم وحدة مربعة تغطي المنطقة المضللة، كم وحدة مربعة تغطي المنطقة المضللة، كم وحدة مربعة تغطي المنطقة المضللة. إذا ملاحظ أنه هاي الأشكال كلها مستطيل، إذا بتتذكر يوم ما أخذنا ضرب باستخدام شبكة المربعات كنا نعد كم مربع موجود بالصف وكم مربع بالعمود الواحد، كنت أقول لك مسعد كم مربع بالصف؟ 1 2 3 4 5 6، كم مربع بالعمود؟ 1 2. إذا ممكن أعد المربعات اللي جوا، 6 ضرب 2 يساوي 12، هي أول جملة ضرب، أو 2 ضرب 6، 2 6 ضرب 2 أو 2 ضرب 6. إذا بتلاحظ هدول المحدات المربع على طول المستطيل وهون على عرض المستطيل أو العكس، يعني جملتين ضرب، عدد المربعات اللي بالصف ضرب عدد المربعات اللي في العمود الواحد، أو عدد المربعات اللي بالعمود ضرب نفس الإشي، بس هو كمفهوم بيختلف لكن كناتج ناتج واحد. هون بنعد عدد المربعات اللي بالصف، 1 2 3، هون 1 2 3 ضرب 2 بيطلع عدد الوحدات المربعة اللي جوا، نفس الإشي هون، نفس الإشي هون. إذن في هون وصلنا إلى قانون، إذا بتطلع عدد الوحدات المربعة بعد عدد الوحدات المربعة اللي هون اللي بالطول ضرب عدد الوحدات المربعة اللي موجودة هون اللي موجودة بالعرض أو بالطول، بنضربهم ببعض، هون عدد الوحدات المربعة اللي بالصف ضرب عدد الوحدات المربعة اللي بالعمود، عدد الوحدات المربعة اللي بالصف ضرب عدد الوحدات المربعة اللي بالعمود، بيطلع عندنا كم وحدة مربعة تغطي الشكل. إذا المساحة هي المنطقة المضللة اللي جوا، عشان هيك أنا في الدرس كله ضلل المناطق عشان تعرف إنه المساحة هي المنطقة المضللة. إذا توصلنا إلى القانون، مساحة المستطيل الطول ضرب العرض، الطول ضرب العرض، عدد الوحدات اللي في الطول ضرب عدد الوحدات اللي في العرض، بتطلعنا كم وحدة مربعة داخل الشكل. لهذا الشكل مستطيل طوله 8 سنتيمتر وعرضه 3 سنتيمتر، نفس الوحدة سنتيمتر 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 سنتيمتر، إذا بدي أعرف مساحته له كم وحدة مربعة، كم وحدة مربعة بالسنتيمتر مربع تغطي، بضرب. أنا بالدرس اللي فات عممنا وحدة مربعة، هلا هون سنتيمتر مربع، وحدة مربعة بس بالسنتيمتر، 8 ضرب 3 24، 8 ضرب 3 24 سنتيمتر مربع، يعني وحدة مربعة بالسنتيمتر، الوحدة المربعة بالسنتيمتر. احنا حكينا انه الوحدة المربعة هو مربع بكون طول ضلعه يا 1 سنتيمتر يا 1 ديسيمتر، معناته مساحته بدها تكون سنتيمتر مربع، وحدة مربعة، بدل كلمة مربع بنحط 2 صغيرة على الطرف. بدنا نأخذ بعض المسائل. هلا هون نوجد مساحة، أنا دائما بقول لك أول ما تحل السؤال حط دائرة على الإشي المهم في السؤال، هون بده إيش؟ مساحة. إذا أنا بدي أتعامل مع مساحة مش مع محيط، بدي أتعامل مع مساحة مش مع محيط. هلا مساحة، هلا طلع النقاط اللي بدك تلاحظها، هون بدك مساحة، معطيك الشكل مستطيل، هاي واحد. شغلة تانية بدك تطلع الوحدات، وحدة الطول بالسنتي وحدة العرض بالسنتي، مش مشكلة هذا طول أو عرض، إحنا المهم علاقة تبديلية، التنتين نفس الوحدة. هلأ بدي أكتب القانون، شو قانون مساحة المستطيل؟ طول ضرب عرض. إذا أنا الشكل مستطيل بدي أطلع كم وحدة مربعة تغطي الشكل، إذا بكتب القانون، القانون الطول ضرب العرض، الطول 4 ضرب 3 ويساوي 12
سنتيمتر مربع، وحدة مربع، هذه 2 مربع، وحدة مربع. احنا بالدرس اللي قبل كنا نعمم نقول وحدة مربع، هون سنتيمتر بدل كلمة مربع بنحط 2 صغيرة، يجي هون بتطلع لنا شكل، الشكل مستطيل، بتطلع طوله 8 متر او عرض. يعني انا المهم ما بدي تركز على هاي مين الطول او العرض، خلص طول ضرب عرض او عرض ضرب طول 2 صح، بس انتبه للوحدات، هون 8 متر هون 7 متر، التنتين زي بعض. ببلش اكتب القانون، شو قانون المساحة؟ الطول ضرب العرض. اذا عشان اطلع مساحة هاي المنطقة المضللة بضرب الطول ضرب العرض، هذا قانون بده يضل معاك لطول عمرك، بدك تحفظ هذا القانون. المساحة مساحة المستطيل، الطول ضرب العرض، الطول ضرب العرض، الطول 8 متر، العرض 7 متر، التنتين لازم يكونوا نفس الوحدة، 8 ضرب 7 56 متر مربع، وحدة مربعة، بدل ما أكتب مربع كتابة بحط 2 صغيرة. نأخذ كمان بعض الأمثلة. هلا عندنا هون هذا أول شيء الشكل مستطيل، انتبه هنا وحدة الطول مليمتر، وحدة العرض مليمتر، التنتين نفس الوحدة. إذا قانون مساحة المستطيل، الطول ضرب العرض، الطول ضرب العرض، عشان أطلع مساحة المنطقة المضللة هون بدي أبلطه بوحدات مربعة بالمليمتر، بالمليمتر مربع، وحدات مربعة مليمتر مربع، نبلطه بوحدات مربعة عشان أطلع عدد هاي الوحدات. بكتب الطول ضرب العرض، الطول 17 ضرب العرض 6. هلا احنا اخذنا قانون استراتيجيات الضرب، ممكن الموسعه والتجزئه، خلينا نحله بالتجزئه على السريع. ذهنيا 6 ضرب 10 60، و6 ضرب 7 42، 60 زائد 42 102. شو الوحده؟ ملي متر مربع، وحده مربع بس بالمليمتر، ملي متر مربع، بدل ما اكتب مربع بحط 2. نيجي للشكل هذا، بطلع انه الشكل ماله مستطيل، وحدة الطول أو العرض بالديسيمتر، ديسيمتر تنتين زي بعض. أروح بكتب القانون، شو القانون؟ الطول ضرب العرض، الطول ضرب العرض، 5 ضرب 3 ويساوي 15. شو الوحدة؟ ديسيمتر مربع، وحدة مربع، لا تنسى 2 بالمساحة. المحيط بدي أذكرك بس خليني أربط على السريع المساحة. المحيط لو بدي أطلع محيط كان قلت 17 زائد 6 ضرب 2، لأنه يعني بدي أطلع الذي يحيط بالشكل، طولين وعرض، طول زائد عرض ضرب 2، طول زائد عرض ضرب 2. المساحة لا، طول ضرب عرض على السريع، طول ضرب عرض. حبيت أتطرق لمسائل من حياتنا اليومية. إحنا بنعرف إنه هذا الملعب الطلاب أو الإشي اللي بيلعبوا كرة قدم بيلعبوا على مساحة، على مساحة، على مساحة، مش على محيط، على مساحة، على منطقة، المنطقة اللي جوا، المنطقة المضللة اللي هم اللي بيكونوا فيها اللاعبين بيلعبوا عليها. إذا بدنا نطلع مساحة هذا الملعب، بلاحظ إنه الملعب مستطيل بده مساحته، بطلع هون شو الوحدة؟ متر، هون متر، والشكل ماله مستطيل. شو مساحة المستطيل؟ الطول ضرب العرض، الطول ضرب العرض، 100 ضرب 32، الضرب مضاعفات العشرة اللي هو 100، بننزل الصفرين بطلع بس الوحدة متر مربع، لا تنسى المساحة وحدة مربع لازم تحط 2 متر مربع. ننتقل لشكل ثاني. هلا هنا هون عندنا هاي عندنا شكله، بدنا نطلع مساحه المنطقه المضلله اللي جوا، هي المنطقه المضلله. هلا بنلاحظ انه الشكل مستطيل، بنطلع هون الوحده سنتيمتر سنتيمتر، الوحدات زي بعض، وبدي اطلع مساحه، بروح بكتب قانون المساحه، انك بدك تنتبه بين الفرق بين المساحه والمحيط. المحيط اللي بحيط بالشكل، طول زائد عرض ضرب 2، اما المساحه على طول طول ضرب عرض، طول ضرب عرض، الطول 50 ضرب 30 بنزل الصفرين، و5 ضرب 3 15، الوحده سنتيمتر مربع، وحده مربع. انتبه المساحه بدل ما اكتب كلمه مربع بحط 2 صغيره. هلا انتبه لي هون، هون بده طول. هلا عندنا المساحه معطينا اياها، مساحه جاهزه، انا بعرف انه الشكل مستطيل، شو مساحته؟ الطول ضرب العرض، الطول ضرب العرض. شو بسأل حالي؟ 8 ضرب ايش بعطيني 72؟ 8 ضرب كم بعطيني 72؟ 8 ضرب كم بعطينا 72؟ إذا بقول المساحة
72 معطينا المساحية جوا المنطقة المظللة، عشان أطلع الطول أو العرض بقول 8 ضرب كام بعطينا 72، 8 ضرب كام بعطينا 72 ضرب 9، إذا هذا الطول بده يكون 9 طول أو العرض. نفس الشيء هون معطينا المساحة إياها جوا، لأنه 18 ديسي متر مربع الوحدات المربعة اللي جوا، معطينا الطول أو العرض. شوف شو بسأل حالي، 9 ضرب كام بعطيني 18؟ 9 ضرب كام يساوي 18؟ 9 ضرب 2، 9 ضرب 2، إذا هون بده يكون 2، الوحدة ديسي متر، انتبه لأنه بده طول، طول مش مساحة، المساحة ما أعطينا إياها، جوا محطوطة المساحة. هلا افتح لي الكتاب، طبعا زي ما حكيت سنقوم بحل تحدي واحد صفحة 69، احضر قلمك، أنت خلينا نحل مع بعض، يلا يا مس بسرعة، حاول تحل قبلي. هلا هون خمسة بطلع سنتيمتر سنتيمتر، إذا خمسة ضرب خمسة 25 سنتيمتر مربع، انتبه مربع. نيجي للشكل الثاني، طبعا عندنا الشكل مستطيل، هون الوحدة سنتيمتر سنتيمتر، 8 ضرب 6 طول ضرب عرض، 8 ضرب 6 48 سنتيمتر مربع. نيجي للشكل اللي بعده، هذا الشكل مستطيل، الوحدة سنتيمتر سنتيمتر زي بعض، إذا المساحة الطول ضرب العرض، 12 ضرب 6 72 اللي هو بدنا نحل بالتجزئة، 10 ضرب 6 60 و2 ضرب 6 12، 60 زائد 12 72. هلا حبيت اتطرق الى بعض المسائل، مسائل الحياة اليومية، تحدي 2 بقول لك انه بنستخدمه بحياتنا اليومية. هلا عندنا هذا ملعب، طبعا زي ما حكيت انه الاولاد بيلعبوا دائما دائما بمساحة، مساحة مساحة، نبني بنبني مساحة، بنبلط بنبلط مساحات، ندهن بندهن مساحات، نزرع بنزرع مساحات. هلا عندنا هون طلع هون المساحة سنتيمتر مربع، هون الطول متر متر، إذا أنا لازم يكونوا بالسنتيمتر التنتين. فقبل ما أحل بلاقي طالب مني المساحة بالسنتيمتر مربع، طب أقول يا رب الطول معطينا إياه بالمتر والعرض بالمتر، يلا بخليهم سنتيمتر من أولها. فلا من المتر للسنتيمتر بنضرب ب 100، هذه وحدة طول، وحدة طول بتطلع 5500. هون 100 ضرب 100 لأنه من المتر للسنتي ضربنا 100. هلا ببلش أحل، الشكل عندنا مستطيل، شو القانون؟ الطول ضرب العرض. طول بضرب 5500 ضرب 10000 بيطلع 55 مليون المساحة. ركز مس، المساحة معطينا إياها سنتيمتر مربع، إذا لازم يكون الطول بالسنتيمتر والعرض بالسنتيمتر، فبحولهم من أولها عشان يطلع بالسنتيمتر. هون بطلع المساحة سنتيمتر مربع، الطول بالسنتيمتر والعرض بالسنتيمتر، كل شيء جاهز. الشكل عندنا إيش؟ مستطيل، وإحنا بنبني على إيش؟ بنبني على مساحات. الطول ضرب العرض نضرب 80، 20 ضرب 40 بيطلع 800 سنتيمتر مربع. اعزائي الطلبة اطلب منكم انكم تقوموا باعاده حل تحدي واحد وتحدي اثنين، وان شاء الله حله موجود في موافقات الدرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.